برحب بحضراتكم معانا مرة تانية، بنكمل كلامنا عن المبادرة الرئاسية لتأهيل وتدريب واختيار بعد كده 1000 معلم على مستوى الجمهورية. وخليني أعيد طبعا ترحيبي بضيوفنا اللي مشرفينا النهاردة في الحياة اليوم، وأرجع للدكتورة رباب زيدان مدير عام شؤون القيادة التربوية ومنسق الوزارة بالمبادرة. دكتورة رباب، وقفت مع حضرتك عن يعني عملنا اختبارات أو لقاءات كمان مباشرة لاختيار اللي هيدخلوا في المبادرة، بعد الجزئية دي بيبقى إيه دورنا وطبيعة التواصل بعد كده؟ كان في تنسيق مع الجهات التلاتة اللي عليها تنفيذ المبادرة، احنا كوزارة تربية وتعليم، الأكاديمية العسكرية، وزارة التعليم العالي، في كيفية تنفيذ المبادرة. بالنسبة للمرشحين تم اختبارهم اختبارات غاية في الدقة، نتج عنها إفراز المجموعة اللي بالفعل تم انتقائها بعناية جدا، يعني خاضوا اختبارات طبية للتأكد طبعا من سلامتهم الصحية، وأن كل المقاومات الصحية المناسبة لأداء مهامهم بعد تخرجهم من الدبلومة، بالإضافة لاختبارات هذه الاختبارات رياضية للتأكد طبعا من سلامتهم البدنية. وطبعا عارفين أنه وظيفة مدير مدرسة تتطلب لياقة بدنية عالية جدا، بالإضافة للاختبار الثالث وهو اختبار ده كان نفسي عندكم في الأكاديمية. ده غير في الأكاديمية تمام، اختبار نفسي، ودي ولأول مرة يخضع مدير المدارس لهذه الاختبارات. احنا طبعا عندنا في قانون التعليم وقانون الكادر اشتراطات لمدير المدرسة بيدخل فيها طبعا عامل السن، بيدخل فيها الأقدمية والترقي والكلام ده كله بالضبط صحيح. ولكن للمرة الأولى يتم الاختيار بهذه الاختبارات الدقيقة، وانه يخضع لاختبار صحي، لاختبار نفسي، لاختبار لياقه بدنيه، لمقابله شخصيه في النهايه كان بيتم فيها الحوار معاه انه ايه المشاكل اللي بتواجه التعليم، ايه هي رؤيته لتطوير التعليم والادوات اللي بيمتلكها، تمام. ايه هي التحديات العالميه والاقليميه اللي بتتعرض لها البلاد. بالاضافه لكده فاجئنا في المقابله زيارة سيادة الرئيس، وبالفعل كانت الزيارة دي غاية في الروعة والأثر الإيجابي، وإنه قد إيه كانت بالنسبة للمعلمين اديتهم الحافزية واديتهم الدافعية، وإنه شعر المعلم بتقدير الدولة لدرجة إنه رئيس الجمهورية بيزور المقابلات الشخصية. تمام. طيب انا معلش خاطر الوقت انقل سريعا، يمكن الدكتور علاء كنت عايز تكلمنا عن الجزئيه دي لما الرئيس اتكلم مع سياده الرئيس، كان ايه النقط اللي ركز فيها مع حضرتك؟ والله العظيم يعني الموضوع تم بتاريخ 21/8، خلاص كانت المناسبه دي بمناسبه تخريج دفعه 117 الكليه الحربيه وما يعادلها من الكليات العسكريه، وقعد معانا اكتر من 3 ساعات، الحوار كان جميل جدا. فمن ضمن النصائح اللي اتكلمها اولا طبعا زي ما قالت الدكتوره رباب، الاهتمام باللياقه البدنيه، رقم 2 تمام عفة اللسان، رقم 3 التواصل الفعال مع المرؤوسين، معرفة المشاكل بتاعتهم وأقدر أحلها، رقم 4 الاقتصاد والتدبير، إن أنا كقائد أو كمدير مدرسة أو أيا كان المسمى تمام لابد إن أنا أحل المشاكل بتاعتي، رقم 5 طبعا ركز جدا على يعني إيه بشكل ودي إن أنا أساعد زوجتي في البيت تمام، والحاجات الجميلة دي، ولازم أهتم باللياقة البدنية، وإن طبعا يبقى في زي ما قلت لحضرتك كده تواصل مع المرؤوسين وحل مشاكلهم، ومن ضمنها برضو الحاجات اللي أنا أقدر أفيد بها بلدي، وأن أركز كمان على الوعي، يعني أنا موجود في مؤسسة تعليمية لازم أبقى أركز على نقطة الوعي سواء لأولياء الأمور أو سواء للمدرس أو سواء للطالب، لأن دلوقتي إحنا في حرب معركة الوعي، إن أنا أبص في الأويرنس أو النولج بتاعتي بالنسبة للفئة المستهدفة اللي أنا بتعامل معاها، وأعمل على تنمية الولاء والانتماء. مش كتاب ومنهج بس. فمن ضمن الحاجات الجميله جدا او الايفنتس اللي احنا اتبسطنا بها جدا، وعرفنا زي ما قالت الدكتوره رباب قد ايه القياده السياسيه مهتمه بالتعليم وقد ايه عندها. بقالك كده قد ايه مدير مدرسه؟ انا كده بالظبط بقالي يعني 3 اسابيع او 4 اسابيع. وحضرتك يا استاذ؟ شهر ونص. شهر ونص. طب لو سريعا وبختم مع حضراتكم، في الفتره دي حجم الاستفادة والكورسات والحاجات اللي اشتغلتوا عليها واتدربتوا عليها خلال المبادرة ازاي فادتكم او طبقتوها وحسيتوا ان الدنيا اختلفت؟ انا كمدير مدرسة في سن الصغير ده بس مسؤول عن جيل وعن نشء بس بشكل مختلف.
اتفضلي. طبعا احنا اتعلمنا جوه الاكاديميه حاجات كتيره جدا، منها ازاي نتعامل مع انماط شخصيه مختلفه، الصبر والتحمل، اي حاجه او اي شيء بنقابله بيبقى فيه صعوبه، الدنيا مش ورديه، لكن لازم اعرف اتكيف ازاي اتعامل معاها وابدا ارتب لها، ادرس الوضع الراهن، اعمل تحليل ليه، واحط خطه مستقبليه ازاي احل المشاكل دي، مش طول الوقت اصدر انا مشكله، لا انا اجيب لها كمان حل. دي من الحاجات المهمة جدا اللي احنا تعلمناها، ان انا لازم يكون عندي خطة اشتغل عليها وطول الوقت حاطط لنفسي هدف ومحدده ازاي ان انا اخلي كل ولادي في المدرسة يبقى موجودين ويتعلموا ويحبوا كمان المكان، يعني تبقى المدرسة عامل جذب، هو يقول انا لازم اروح الطالب بنفسه. وكمان اتعلمنا ان انماط القيادة وفن الادارة دي غرست فينا احنا، ان انا لازم وانا بتعامل مع المرؤوسين عندي لازم ابقى عارف كل تفاصيل تخصهم وراعي احتياجاتهم، مش بس ان انا المدير انا المدير، لا لا، ده انا معاهم في كل مربع هم فيه، انا موجوده طول الوقت معاهم بتابع وشاركهم في اخذ القرار. تعلمنا جوه الكليه ان انا طول الوقت ما اقولش ان انا عندي مشكله هنا، لا ده انا عندي حلول للمشكله دي، ما صدرش مشكله. ولما خرجنا فعلا لقينا كل القيادات بتاعتنا بتدعمنا، سواء كان على مستوى مدير المديريه، مدير الاداره. طب جوه المدرسه عندك اللي وحضرتك برضو المدرسين الطلبه انه جاي لهم مدير مدرسه او مديره مدرسه، يعني يا فندم هم عندهم استعداد للتغيير وفي تعاون كبير جدا من الهيئه جوه المدرسه وعايزين يبقى في جديد. تمام. هي برضو نقطه اعداد القائد او القيادات الشبابيه من البروتوكول الثلاثي ما بين التربيه والتعليم والتعليم العالي والاكاديميه العسكريه، ده برضو ادانا سبورت جامد. ولكن اهم المشكلات حضرتك يعني حضرتك عايزه تسالي فيها، ايه المشكلات اللي احنا قابلناها في المدارس او المؤسسه؟ مقاومه التغيير، تقبل التغيير. فطبعا احنا اتعلمنا استراتيجيز كتيره وابروتش وتكنيكس، من ضمنها تمام حاجه اسمها اذكر، ده استراتيجيه جميله جدا لمقاومه التغيير. اذكر دي عباره عن ابريفيشن تمام لكل ليدر موجود عندي، فالايه هنا تمام اختصار للاويرنس، الوعي. رقم واحد اعمل وعي للفئه اللي انا بتعامل معاها عن طريق طبعا ان احنا لازم نغير والفوائد اللي بتتم على التغيير. بعد كده عندي الابيليتي ان انا اعمل بيلدينج كاباسيتي للتنميه المهنيه للمدرسين عندي سواء اكاديمي او مهني. بعد كده عندي طبعا نوليدج، الكي اختصار طبعا للنوليدج المعرفه. تمام. ان انا اديله المعرفه والسكيلز اللي يقدر يفيدني بيها كمدرس او ايا كان البوزيشن بتاعه. تمام. بعد كده عندي حاجه اسمها رينفورسمنت، الدعم سواء كان دعم نفسي ان انا ادي له ايه سايكولوجي امباورمنت، انك انت تقدر تعمل الحاجه دي، وان القياده السياسيه مهتمه والوزاره مهتمه، وان احنا ايدنا مع بعض نقدر نساعد. فحاجه جميله جدا. النقطه برضو اللي ركزت عليها الاستاذه حنان، احنا لاقيين دعم من كل الاماكن اللي مشرفه علينا. يعني الدكتوره ضحى حجازي جالنا حوالي 4 مرات، اشتغل معانا كمدرب، ادانا حاجه عن انماط القياده، سايكولوجيه القياده. برضو الدكتوره رباب على تواصل تام معانا. طب دكتور باز اديها بقى دقيقه تقول كلمه اخيره، اتفضلي. طبعا حضرتك شفتي النماذج، وعندي 300 فكر ولغه واسلوب مختلف تماما، وال 350 دول مقدمه، دول مقدمه دكتور، دول مقدمه الدفعه الاولى، وحاليا بيتم التنسيق للدفعه الثانيه والثالثه. وبنطمح طبعا انه ال 1000 مدير يكونوا 2000 وفي زياده دائمه ان شاء الله بامر الله تعالى، لانه طبعا نجاح اي مؤسسه مرهون بنجاح القائد مظبوط، بنجاح القائد الفعال فيها. طبعا احنا في ظل تحديات عاليه جدا اقليميه وتوترات مؤثره على الجميع، على شعوب المنطقه ككل، فلازم كلنا نبقى على قدر المسؤوليه. القائد في اي مؤسسه خاصه في مؤسساتنا احنا التعليميه بنتعامل مع 25 مليون طالب. نعم. بنمس كل بيت بيهتم بالتعليم طبعا. فالاصلاح يبدا من القائد بالمدرسه والمدرسه. انا بشكركم شكرا جزيلا. في بس نقطه استاذ انا عايز اقولها. اتفضل. تمام. يا ريت المبادره دي او البرنامج ده يتطبق على جميع الوزارات. بجد احنا استفدنا تمام اكاديميا وتربويا، يا ريت الموضوع ده يتطبق على الوزارات كلها، لان احنا فعلا حسينا، يعني رغم ان احنا معظمنا معانا ماجستير ودكتوراه والحاجات دي كلها، ولكن البرنامج ده المكثف استفدنا بيه جدا. فيعني رجاء لسياده الرئيس والقيادات في
شغل في الوزارات بالظبط. يا ريت يا ريت فعلا يتم انتقاء شباب زي كده تمام، لانه فعلا البلد محتاجه تمام يعني قدرات ومهارات دم جديد. قصه مش قصه بالسن او درجه وظيفيه وتترقى بالكفاءه وانك تشتغل على دوت وسط. كنت عايزه اقول جمله اخيره، سياده الرئيس بيعول علينا ان احنا نكون بدايه للتغيير، واحنا بنوعد سيادته ان احنا هنكون على قد المسؤوليه ونأدي واجبنا بشرف ان شاء الله. يا رب ربنا يوفقكم، سعداء جدا بوجودكم معانا، سعداء بالمبادره والفكره والفلسفه من وراها، وان شاء الله كل الخير يعود على منظومه التعليم بكل يعني المبادرات والاشياء اللي من شأنها ان شاء الله انها تصلح منظومه التعليم في مصر. بشكركم شكرا جزيلا، شرفتونا ونورتونا. الحديث بقيه وهنفضل في الملف ده لانه في منتهى الاهميه الحقيقه، ووصلنا لنهايه حلقتنا مع حضراتكم، واشوفكم بكره ان شاء الله على كل خير يا رب.